أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من المصدر أونلاين: حضرموت تودع جنديا أنقذ الأهالي من عبوات ناسفة قبل أيام. موقع المشاهد يتساءل: لماذا يرفض المواطنون إقامة محاجر صحية خاصة بكورونا؟ وفي أخبارنا المنوعة: علماء أستراليون يتعرفون على كيفية تعامل جهاز المناعة مع فيروس كورونا. أهلا بكم. أغرب حجر صحي يمكن رؤيته في مواجهة فيروس كورونا يحدث في نقاط ميليشيا الحوثي، حيث يمكنك دفع مبلغ مالي لعناصر الميليشيا والاستمرار في طريقك، كما أن الأمر يزداد غرابة حين توضع في مكان مفتوح في الشارع وتسمية ذلك حجر صحي وعنوان موقع يمن الغد. الميليشيا تحتجز المسافرين في البيضاء بذريعة الوقاية من فيروس كورونا، حيث واصلت ميليشيات الحوثي احتجاز المسافرين في نقاط تفتيشها المختلفة بمحافظة البيضاء وسط البلاد بحجة مواجهة فيروس كورونا. وقالت مصادر إن مئات المسافرين تم احتجازهم في العراء في ظل ظروف سيئة بذريعة قدومهم من الخارج. وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثي تمارس عمليات ابتزاز مالية للمسافرين لإخلاء سبيلهم ما لم يتم احتجازهم، فيما أسمته الحجر الصحي الذي استحدثته في البيضاء لمدة أسبوعين. وأشارت المصادر إلى أن المحتجزين المسافرين يتم وضعهم في حوش برداع بطريقة لا تمت للعمل الصحي بصلة من قريب أو من بعيد. واستنكر أبناء مدينة رداع إجراءات الحوثيين بخصوص احتجاز المسافرين في شوارع مدينة مكتظة بالسكان، حين رآهم يحاولون زرع عبوة ناسفة عند بريد سيئون منعهم من ذلك، فأطلقوا نحوه الرصاص والذي توفي على إثره، وفقا لموقع المصدر أونلاين. وفاة شرطي مرور متأثرا بجراحه بعد تصديه لمحاولة زرع عبوة ناسفة بمدينة سيئون. ووفقا للموقع فقد توفي بمستشفى مدينة سيئون ضابط في شرطة السير متأثرا بإصابته برصاص مسلحين مجهولين الجمعة الماضية. ونعت الأوساط الرسمية والشعبية الملازم ثاني أنور سعيد راضي العامري الذي توفي بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر بعد محاولته منع مسلحين من زرع عبوة ناسفة ببريد مدينة سيئون. ونعى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الملازم العامري مؤكدا أنه مثال للجندي الشجاع الذي ضحى بروحه في سبيل إفشال جريمة تم التخطيط لها. العالم منشغل بمأساة كورونا وتوكل كرمان منشغلة بمأساة اليمن. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد صالح المسفر مقاله المنشور في صحيفة الشرق مضيفا: الحروب التي تشتعل نيرانها في الدول العربية اليوم بفعل السلاح الأوروبي شرقا وغربا تحصد من البشر يوميا أكثر مما يحصد وباء كورونا في جميع دول العالم في شهر. في أجواء وباء كورونا وفي بداية انشغال العالم بأسره بأمر هذا الوباء، دعت سعادة السيدة توكل كرمان حاملة جائزة نوبل إلى مؤتمر يعقد في إسطنبول من أجل إحلال الأمن والسلام وإنهاء الحرب في اليمن والشروع في إعادة إعماره على كل صعد. راحت توكل كرمان تشخص الحال وكيف تنتهي هذه الحرب الملعونة. كانت نقطة البدء كما جاء في خطابها أن الميليشيات الحوثية وهي من بدأت الحرب وانقلبت على الدولة اليمنية، والحرب عندها لن تضع أوزارها إلا بفرض سيطرتها بقوة السلاح، بفرض دولة يمنية إمامية بديلة عن الدولة الوطنية وإخضاع المجتمع لإرادتها وفرض هيمنتها الشاملة على موارده وثرواته ومؤسساته. إنها حركة مسلحة لا تظهر أي مرونة للقبول بتسوية سياسية
تكون فيها مكونا ضمن مكونات وجماعات سياسية تقر بالدولة الحديثة مرجعية لكل قوى المجتمع. في الجانب الآخر من الصورة، تؤكد حاملة جائزة نوبل العالمية السيدة كرمان أن الدولة السعودية هي الطرف الآخر الذي لن يسمح بانتهاء الحرب في اليمن إلا بفرض اتفاقيات على القيادة اليمنية أيا كانت، تبارك احتلالها ووصايتها على يمن تسوده لا دولة، ومن ثم فرض السيطرة على مواقع يمنية استراتيجية بالغة الأهمية، وليست معنية بالوحدة اليمنية، بل يهمها أن يكون اليمن مقسما تعمه الفوضى وتنهشه الحروب الداخلية. أما الإمارات، المولود الجديد المتطلع إلى تأسيس إمبراطورية تفوق قدراتها البشرية والفكرية، ولو أطلقت قمرا صناعيا ودخلت معراج التسلح النووي، ولو كانت كنوزها المالية تزيد عن كنوز قارون، تعتقد قيادتها أنها ستفرض إرادتها على الشعب اليمني العريق، ونهاية الحرب عندها إذا تمكنت من تثبيت ميليشياتها ونخبها المسلحة التي تضمن تحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وتمكنت من تجزئة اليمن وتفتيت وحدته. الحرب عند كرمان تنتهي بوحدة اليمن، تنتهي بعودة الدولة الجمهورية اليمنية صاحبة السلطة الكاملة والشاملة على كل أرض اليمن من صعدة شمالا وحتى المهرة ومن صنعاء إلى سيئون ومن سقطرى إلى عدن وباب المندب وكل شبر على أرض يمنية. ترسو سفينة صافر العائمة قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وتبعد عن المرفأ النفطي غرب اليمن بنحو أكثر من 4 ميل بحري، وتحتوي على 1,140,000 برميل من النفط الخام، ولم يجري للسفينة أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث عطلت الميليشيات العملية الروتينية والدورية التي اعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي. وعنوان موقع عدن الغد: ابتزاز حوثي للعالم، سفينة صافر القنبلة الموقوتة التي تهدد حياة اليمنيين. قبل سيطرة الحوثيين كانت تستقبل إنتاج 5 شركات نفطية، وعبرها يتم تصدير النفط الخام من أنبوب قريب قادم من حقول محافظة مارب شرق صنعاء. وبداية 2018 توقفت كل العمليات في سفينة صافر، وبعد ظهور مؤشرات على تحلل هيكل السفينة واحتمالية تسرب النفط، سعت الأمم المتحدة للتدخل والقيام بعملية تقييم وصيانة، لكن مساعيها باءت بالفشل. مع بداية العام 2019 أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها دعوات متكررة للتدخل، كما أطلق الحوثيون المدعومون من طهران دعوات مماثلة لإنقاذ اليمن من الكارثة. جاءت تلك الدعوات بعد تحذيرات عالمية وتقارير إعلامية تنذر بخطر أكثر من التسرب النفطي، حيث باتت السفينة بخطر أكبر من التسرب النفطي، حيث باتت السفينة مهددة بالانفجار في أي لحظة بسبب الغازات المتصاعدة من النفط الخام الخامل والموزع في 36 خزان غير ممتلئة تتسع لأكثر من 3 ملايين برميل نفط، وهو ما قد يعجل بالكارثة التي قد تبدأ بانفجار ضخم يدمر المرفأ والسفن في الموقع المحيط. وقد اضطر فريق التقييم والمهندسين التابع للأمم المتحدة إلى العودة إلى منازلهم بعد أشهر من الانتظار في جيبوتي بصحبة معداتهم لبدء العمل الذي رفضته الميليشيا. الإمامة الحوثية، تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك المقرمي مقاله المنشور في الصحوانت. جاءت ثورة 26 سبتمبر لتحطم أسوار الجهل الإمامي وتكسر الأغلال والقيود، فتكتشف الدنيا بثورة سبتمبر 62 ذلك المكان المجهول من العالم والذي يسمى اليمن، فإذا هو مقفر من أي منتج حضاري واحد من منتجات القرن العشرين. فالإمامة التي أدمنت التخلف وتحالفت مع الجهل والمرض قد حكمت عليه بأن يبقى خارج أسوار التاريخ، واليوم
عادت الإمامة الحوثية بنسخة أشد ظلامية وأكثر بؤساً وأسوأ ممارسة، تعادي المستشفيات وتحارب المدارس والجامعات وتضيق ذرعاً بالمساجد ودور القرآن. عادت ممثلة بكتلة انتقام على اليمن واليمنيين الذين تعتبرهم بإسقاطهم للإمامة في سبتمبر 62، وإقامتهم للنظام الجمهوري قد تجاوزوا حدهم وانتزعوا الحق الإلهي في الحكم منهم، وبدعم إيراني ورضا استعماري وتواطؤ أناني أعمى سلمها معسكرات الدولة، خرجت عصابة الإمامة الحوثية لتنتشر في محافظات يمنية عدة تحت رعاية ماكرة لمجتمع دولي توجه نزاعات مسكونة في معظمه بالعنصرية والروح الاستعمارية التي تعادي حرية الشعوب وتدعم عصابات التفتيت وخلايا التمزيق. وبسبب من ذلك الدعم والرضا والتواطؤ مع عصابات الإمامة الحوثية، وصل الحوثيون في 20 مارس 2015 إلى محافظة تعز، ومنذ 5 سنوات وأبناء تعز يواجهون عصابات الإمامة كما يواجهها اليمنيون في كل أنحاء اليمن، حتى لا تكون إمامة ولا يعود الحرمان والجهل والظلم إلى اليمن واليمنيين. الجمعة 20 مارس 2015 يوم أسود بالنسبة لمحافظة تعز، كما أن يوم 21 سبتمبر 2014 يوم كارثي بائس لليمن واليمنيين أجمعين. منع مواطنو حي عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان منتصف فبراير الماضي إنشاء غرفة للحجر الصحي خاصة بكورونا في مستشفى الصداقة القريب من الحي، وعلى إثرهم منعت المحاجر في أي منطقة أخرى، وكلما حاولت السلطات إقامة محجر منعها الأهالي. وعنوان موقع المشاهد نت: عدن، لماذا يرفض المواطنون إقامة محاجر صحية خاصة بكورونا؟ وفقا للموقع، برر قاطنو الحي رفضهم باحتمال تفشي الفيروس في المنطقة السكنية مما يهدد حياتهم، الأمر الذي أدى إلى صرف النظر عن فكرة إنشاء المحجر. اللافت في الأمر مشاركة موظفي مستشفى الصداقة في عملية الرفض والاحتجاج الشعبية تلك وتضامنهم مع المواطنين الساكنين بالقرب من المستشفى، بحسب وداد حامد الممرضة في قسم المختبرات بالمستشفى. ويبدو أن هذا الرفض الشعبي دفع اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا إلى اختيار مناطق نائية وقصية في محافظة عدن لجعلها محجرا صحيا للمصابين بالفيروس، وهو ما أكده مدير أحد المجمعات الصحية بمديرية البريقة الدكتور خالد صالح، الذي قال للمشاهد إن مديرية البريقة أحد تلك الخيارات، خصوصا وأن مستشفى الأمل للأورام السرطانية الذي وقع عليه الاختيار مغلق منذ نحو عام دون أي أسباب مقنعة. وتوقع الدكتور صالح أن يكون هذا رفض أو يكون هناك رفض شعبي لاختيار البريقة كمحجر صحي مماثل للرفض الذي حصل في مديريات أخرى. ومن بين المواقع النائية التي طرحت كبدائل للمحاجر الصحية داخل المناطق المأهولة كانت جزيرة الحجر الصحي، وهي الاسم الرسمي لإحدى الجزر الواقعة وسط البحر قبالة مديرية التواهي. وكان البريطانيون خلال فترة احتلالهم لعدن يتخذونها موقعا ومحجرا صحيا للمرضى القادمين عبر السفن من أنحاء العالم إلى عدن، في وقت كانت مدينة التواهي غير مأهولة بالسكان. يشكو مواطنون في مدينة تعز كما تقول صحيفة العربي الجديد من إغلاق جماعة الحوثي منفذ الأقروض الذي يربط المدينة بمنطقة الحوبان وبقية مناطق المحافظة وصولا إلى العاصمة صنعاء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة في حكومة الحوثيين بصنعاء أعلنت عن إغلاق كافة المنافذ البرية الخاضعة لسيطرتها لمدة 2 أسبوع. محمد عبد الله من سكان مدينة تعز قال إن النقطة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في منفذ الحوبان منعتني من المرور إلى مقر عملي تنفيذا لقرار السلطات في صنعاء بإغلاق جميع المنافذ البرية الخاضعة لسيطرتها. وأوضح عبد الله للعربي الجديد: المنع طال عددا من المرضى من العبور باتجاه صنعاء رغم تدهور أوضاعهم الصحية وحاجتهم إلى تلقي العلاج في المستشفيات، واضطر بعض المواطنين
إلى سلوك طرقات جبلية فرعية للوصول إلى وجهتهم على الرغم من خطورتها. كورونا، البشرية أمام امتحان الموت الوبائي. تحت هذا العنوان كتب الروائي العربي والسين الأعرج مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: كثيرة هي الأحداث التي هزت العالم في النصف قرن الأخير، فأربكت الجميع وشككتهم في قدراتهم الداخلية، وهزت نظمهم الحياتية التي استقروا عليها بوصفها نماذج مطلقة يجب أن تحتذى وتعمم على البشرية. فيها يتجلى التضامن الإنساني في أنبل صوره، ويترسخ ما يحكم البشرية من أنانيات ضيقة لا تسهم في حل الإشكال بقدر ما تعمد التبريرات المقيتة. فيروس كوفيد 19 وانتشاره بشكل مرعب ضيعت البشرية فيه البوصلة، أثبت هشاشة كل النظم التي اعتمدتها البشرية حتى الآن، ولم يبق منها إلا الجوهر، أنانية ضيقة أمام الخطر الداهم. ما يثير الانتباه اليوم هو مواجهة الصين لفيروس كورونا الوبائي وحدها، مع أن حد أدنى من التعاطف الإنساني الفعلي كان يمكن أن يفيد في تجاوز هذه المأساة في لحظتها الأولى. فقد ظلت الصين وحيدة منذ شهر ديسمبر في مجابهة وباء غير مسبوق، فيروس كورونا. لم تحرك البشرية العظيمة ساكنا، وهي التي تدافع جيدا كلما تعلق الأمر بحقوق الإنسان، كما رتبتها هي من خلال جمعياتها المنتشرة عبر العالم، وتشتغل تحت مجهر القوى العظمى، ولا تعرف كيف تدافع عن حق الإنسان في الحياة قبل حقه في الديمقراطية التي هي حتما أكثر من ضرورة. لم تحرك لا دولة صديقة ولا غيرها أصبعها الصغير عندما كان الفيروس في بدايته، وكان الضرر بعيد عنها ولن يصيب إلا الصين وحدها، ويبقى الفيروس حبيسا هناك في تلك الأرض البعيدة حيث لا أحد غير الصينيين، ونسي الجميع أو تناسوا أن الفيروس كان قد سكن في مطاعمنا ولباسنا وأكلنا وشربنا وهواتفنا الذكية وطائراتنا وأجهزتنا البيتية وحتى أدويتنا. أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران أن فيروس كورونا الذي هاجم البلاد يمكن أن يقتل الملايين إذا استمر الناس في تجاهل نصائح الصحة والسلامة، وعنونت صحيفة القدس العربي: تحذيرات من وفاة الملايين في إيران بسبب تجاهل الناس لمخاطر فيروس كورونا. وأصدر مراسل التلفزيون الحكومي وهو أيضا طبيب التحذير المؤلم بعد وقت قصير من اقتحام المتظاهرين الشيعة باحات مزارين رئيسيين تم إغلاقهما بسبب الفيروس. وقد تضررت إيران بشدة من الفيروس بعد الصين وإيطاليا مباشرة من حيث عدد الحالات والوفيات، وهناك ما يقارب 9 من أصل 10 حالات مؤكدة من الفيروس في الشرق الأوسط تأتي من إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهامبور أن الفيروس قتل 135 شخص، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 988 حالة وفاة وسط أكثر من 16,000 حالة مؤكدة. يقول علماء استراليون وفقا لموقع شبكة البي بي سي أنهم توصلوا إلى معرفة الكيفية التي يقاوم بها جهاز المناعة فيروس كورونا. وكشفت البحوث التي أجروها والتي نشرت نتائجها أن المصابين بالفيروس يتماثلون للشفاء بالطريقة نفسها التي يتماثل بها المصابون بالإنفلونزا العادية. يقول الخبراء أيضا أن التعرف على نوعية خلايا المناعة التي تظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا سيساعد في تطوير لقاح ضده. كاثرين كيتسريسكا والتي ساعدت في وضع الدراسة الجديدة تقول إن هذا الاكتشاف مهم جدا، لأنه يعطينا للمرة الأولى فهما للطريقة التي يقاوم بها جهاز المناعة فيروس كورونا الجديد. تماثل العديد من المصابين بفيروس كورونا للشفاء، مما يعني أنه كان معلوما أن جهاز المناعة يمكنه مكافحة الفيروس بنجاح. يقول بروس ثامبسون عميد دراسات العلوم الصحية في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا أن التعرف على توقيت تدخل خلايا المناعة التي تظهر بعد الإصابة سيساعد في التنبؤ بسير الفيروس. الأستاذة كاثرين قالت أن الخطوة القادمة بالنسبة للعلماء تتمثل في اكتشاف سبب ضعف رد جهاز المناعة في الحالات
الأكثر خطورة. من الطبيعة صور اختارتها صحيفة الغارديان البريطانية لأجمل الأشجار وأعتقها في العالم، نتابع جزءا منها. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة لنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.